بسم الله الرحمن الرحيم. قامت كتيبة الحسن والحسين في القلمون بتأمين أعداد كبيرة من المنشقين بقيادة أبو دوريد اليبرودي وداعور حمص وأبو أحمد الدرعاوي. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا المجاهد دريد رحمون قائد سرية الحسن والحسين في القلمون، نعلن عن تأمين أكثر من 50 منشق في تاريخ 14/11/2012 من الفرقة الرابعة من الحرس الجمهوري، من حرس الحدود هجانة، فرقة ثالثة من الدفاع الجوي، فرقة اللواء 13، وهذه بعض هوياتهم. الرقيب قياس عمر الحرس الجمهوري، المساعد مع حميدان اللواء 155، المجند عبد الرحمن العبيد اللواء 156، تعريف يوسف حماجه من اللواء 13 دفاع جوي، تعريف شمس الدين شيخ احمد لواء 13 دفاع جوي، المجند احمد الحسين دفاع جوي، المساعد اول بقوة من الداخلي، المجند محمود خضور الحرس الجمهوري، العسكر المجند احمد محمد الشامي من اللواء 62 كتيبه 25، ومستعدين بإذن الله تعالى لتأمين أي عملية انشقاقات في أي محافظة في سوريا بالتنسيق مع كافة المحافظات والثوار والكتائب الموجودة على الأرض. ونشكر جميع الثوار والكتائب الموجودة في سوريا، ونقول لبشار الأسد أنتم شعاركم ستحرقون البلد، أما نحن سنحرق الرضيع في آل الأسد. تكبير الله أكبر.